دكتور، بالعودة لموضوع طفل الأنبوب والإخصاب المساعد، يعني نحن بنعرف إنه مو رأسا تلجأوا لطفل الأنبوب، يعني أكيد بيكون في خطوة قبل. بس أنا جربتوا العلاج الطبيعي، تحريض الإباضة، احكي لنا بالتفصيل أكثر. نعم، يعني شوفي، طفل الأنبوب أو الإخصاب خارج جسم، تمام، يعني هذا يجرى باستطابات معينة، له حالات، ليس حل لكل واحدة تأخرت بالإنجاب. أحيانا الحل بيكون بسيط، يعني إذا واحدة عندها إلصاقات بسيطة على البوقين ممكن قطع هالإلصاقات هاي أو فكها يمشي الحال. إذا في بوليب بسيط أو لحمة زائدة ضمن جوف الرحم ممكن استئصالها، بياخذ عملية 5 دقائق بتصير تنجب. إذا هو ليس حل للكل، يجب أهم شيء تشخيص السبب. طبعا في حالات بنلجأ دغري لطفل الانبوب، اذا في عندنا على سبيل المثال انسداد تام بالبوقين او انسداد بالاقنيه الناقل عند الرجل، هذا وقت يعني استطباب مطلق او عنده قصور على سبيل المثال خصيه مترقب من البدايه تشخص. اذا يعني خلينا ننوه للاسباب، خلينا نقول الاسباب الذكريه بشكل عام. الاسباب الذكريه لحتى الخصها بشكل لتسهيل فهمها، يعني بتتقسم لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى بنسميها الاسباب ما قبل الخصيويه، إلى علاقة بالهرمونات اللي بتحرض الخصية على تشكل مطاف، مثل تبدأ بالوطاء بالدماغ، الوطاء اللي بيفرز ما يسمى الهرمون المطلق لموجهات الغدد التناسلية، قصوره قد يؤدي إلى نقص بإنتاج المطاف. الغدة النخامية أيضا قصورها أو أذياتها أو بعض الأورام التي ممكن تحدث عليها ممكن تأثر، هي بنسميها الأسباب ما قبل الخصيوية، وهي عادة علاجها دوائي، عادة علاجها دوائي. هناك أسباب تتعلق خصيوية، قد يكون إلى قصور خصية خلقي بدئي، هذا يعني منذ الولادة. قد يكون هناك أسباب أذيات خصوية نجمت عن على سبيل المثال هجرة الخصيتين والتأخر بإنزال الخصيتين، قد يكون ناجم عن أمراض وراثية، وهون بيلعب دور فيها التشخيص الوراثي والاستشارة الوراثية، مثل متلازمة كلاين فلتر، متلازمة كالمان، متلازمة، يعني في أمراض وراثية تؤدي لنقص إنتاج النطاف وأحيانا لانعدام النطاف. فهي هون بعض الحذوفات الصبغية على سبيل المثال. إذا في انعدام النطاف مستحيل حتى تشوف، إذا انعدام النطاف بالسائل المنوي ما بيصير حمل طبيعي، إذا لأنه إذا كانت موجودة بالخصية على سبيل المثال بعض الحذوفات الصبغية بالصبغي واي، إذا كان بالمنطقة سي فهذا قد يكون هناك نطاف بالخصية أو نطاف قليلة بالسائل، أو أحيانا بتكون معدومة بالسائل. هنا الحصول على هالنطاف ببذل النطاف بالخصيتين والتلقيح المجهري للبويضات نحصل على أجنة ويمكن أن يحصل حمل. إذا يجب تشخيص مكان هالحدوفات هاي أو مكان هالطفرات بالصبغيات عند الزوج، وبالتالي وضع الإنذار، وهل أنه ممكن نحن نكمل ولا لا، أو في أمل بالحمل ولا لا. وهذا مهم جدا عشان ما يضيع تضيع الجهود ويصير تضيع النفقات على شيء يعني غير مجدي. إذا هناك عدد من الأسباب الخصيوية نفسها، بعض الإصابات الالتهابية مثل النكاف على سبيل المثال، مثل الالتهابات الخصية قد تؤثر على إنتاج النطاف. إذا هناك أسباب، مجموعة كبيرة من الأسباب، سواء مكتسبة أو وراثية أو أحيانا رضية أو جراحية، لها علاقة بالخصية مباشرة. هناك أسباب تسمى بعض خصيوية، وهي تتعلق بالأقنية الناقلة، على سبيل المثال انسداد بالأقنية الناقلة نتيجة التهاب. هناك بعض الأمراض الوراثية يكون فيها غياب بالأقنية الناقلة، مثل الداء اللي في الكيسي، بتلاقي الخصية طبيعية وعم تفرز نطاف إلا أنه الأقنية الناقلة غائبة. هون لابد من التوجه من التوجه مباشرة للإخصاب خارج الجسم أو لأطفال أنابيب، ما في حل آخر. يعني هناك أسباب ما تسمى بعض خصوية. طبعا كل هالأسباب الذكرية ممكن تؤثر على نوعية النطاف، سواء كان بالعدد أو بالحركة أو بالأشكال، فأي نقص فيهم شديد ممكن نتوجه باتجاه الإخصاب المساعد. في إذا عثرنا على السبب ممكن عم نشوف يمكن صور عن نطاف، نعم، وأي أجنة. فإذا شخصنا السبب ممكن علاج هالسبب هذا، يعني وعدم اللجوء طبعا هون بنكون جنبنا أو تجنبنا الإخصاب خارج الجسم. في دائما جدل على الموضوع الإخصاب المساعد، كل الناس أو تقريبا معظم الناس بتفكر أنه الإخصاب المساعد وفقط طفل الأنبوب. الإخصاب المساعد له تقنيات عديدة حقيقة. أنا حابة إن تبدأ بالإمناء ضمن الرحم، يعني إذا كان عندنا نقص بسيط بالعدد أو مشكلة بعنق الرحم بس
او في شيء مرض اسمه الاندوميتريوز او بطاطا الحناجره اذا كان خفيف، او في احيانا بعض حالات العقم مشوب السبب، نلجا لشيء اسهل بكثير من طفل الانبوب، هو الامناء ضمن الرحم. اخذ هالنطاف وغسله وتنشيطه بالمخبر وحقنا بالرحم بوقت خروج البيوض يعني اثناء الاباضه، فهي بتزيد يعني فيها فرص الانجاب. او احيانا عدم القدره على الجماع لسبب ما، او وجود تشوه بالاعضاء التناسليه، او في مشكله نفسيه او كذا، كل هي حل الامناء ضمن الرحم بهالاجراء البسيط والغير مكلف. يعني هي عباره عن ابره، مو ابره حتى، هي قنيه من بندخل هاللطاف بعد تنشيطها بالمخبر وتكثيفها على جوف الرحم قرب البوقين بوقت خروج البيوض، لحتى نسهل حصول الالقاح الطبيعي والحمل الطبيعي. هي بسموها الامناء ضمن الرحم، او احيانا العوام بسموها التلقيح الصناعي بنطاف الزوج. هي اول تقنيات واسهلها، هي اسهل التقنيه الثانيه. ممكن بسين دكتور تختاروا، ولا احنا معك مثلا استطبابات معينه، هي الى استطبابات معينه قلنا نقص النطاف البسيط سواء من نوعيه او الحركه او العدد، او المشاكل بعنق الرحم، او بسمي العقم مجهول السبب كمرحله اولى من العلاج، او الاندوميتريوز الخفيف، او عدم القدره على ايصال على الحياه الزوجيه الطبيعيه بحالات معينه. طبعا هي حل الامناء ضمن الرحم ونتائجها ممتازه وغير مكلفه على الاطلاق وسهله على الزوجي على الزوجين. هي اول المرحله الثانيه هي الاخصاب خارج الجسم الكلاسيكي او التقليدي. هي هون عنده النطاف عدد كويس، بس عندنا على سبيل المثال انسداد بالبوقين عند الزوجه، او مشكله إلى علاقه التصاقات شديده حول البوقين، او اندوميتريوز، او يعني في امراض عديده إلى استطبابات تبدا من العامل المبيضي اذا عندنا عسر اباضه شديد، العامل البوقي عندنا انسداد بالبوقين، او مو بشرط انسداد، ممكن يكون انسداد وظيفي، خلل بوظيفه البوقين، متوسعين على سبيل المثال، متخربه العضليه تبعهم، متخربه الاهداب تبعهم، هي او التصاقات حول البوقين عم تمنع وصول البيوض للرحم. اذا يعني عندنا بنسميه العامل البرتواني والعامل البوقي، بدك تساعده. ايه بدنا نساعده. هلا بنحكي عن الاسباب، او في عندنا مشاكل رحميه بدنا نحضر بطانه الرحم بشكل مباشر، إلى علاقه بالمستقبلات، إلى علاقه بجوف الرحم. هلا او عامل عنقي بالحالات الشديده، يعني مع عندنا مثلا عامله خزعه مخروطيه، او عامله كي شديد لعنق الرحم لجوف الرحم، ما في افرازات، ما عم يصير حمل طبيعي، هي ممكن نبدا بالامناء ضمن الرحم ونوصل اخيرا للاخصاب خارج الجسم، خاصه اذا عمر المريضه متقدم او عندها نقص بمخزون المبيض، هي كمان ناخذها بعين الاعتبار كعامل اباضي. هلا نبدا بالتقنيه الاسهل، هي الاخصاب خارج الجسم التقليدي. التقليدي كيف؟ يعني بناخذ هالبيوض وبنحط مع كل بويضه ضمن وسط خاص من 50 ل 1000 نطفه فوق، يعني النطاف تكون طبيعيه من جزئهم، بنحط البيوض بحيث انه يصير الالقاح طبيعي ويصير عندنا اجنه طبيعيه، بناخذ هالاجنه وبنرجعها للرحم بعد يومين، فبتحمل السيده حمل طبيعي اذا الله اراد. هلا بكون عدد الاجنه مثلا، الاجنه بنرجع عاده عدد قليل، لانه الحمول التواميه تعامل عالميا كحمول مرضيه اذا كان توام ثلاثي. طبعا نسبه الامراضيه عند الام بتزيد، نسبه الولادات الباكره اللي هي اشيع سبب لوفيات حول الولاده، هي الولادات الباكره بمجتمعنا حتى بالمجتمعات المتطوره فبتزيد. لذلك نحن بنحاول يعني الحصول اهم شيء على حمل مفرد سليم، هذا هو هدفنا بالإخصاب. نعم. طبعا إذا كان توأم قد يكون ميز، بس بده مراقبة أكثر وبده عناية أكثر كتوأم أحادي ثنائي عفوا. إذا بس في ناس دكتور سمعنا أنه مثلا خمسة، لا هو شوفي أي حمل فوق التوأم الثنائي، حتى الحمول التوأمية تعتبر حمول مرضية، بس أنا بعتبره لما يكون في عنا توأم ثلاثي أو رباعي هذا فشل، يجب ما نكتر عدد الأجني لحتى ما نضطر لعملية إنقاص الأجني لاحقا. فأي عملية أي حمل ثلاثي أو رباعي يعتبر فشل في الإخصاب بكل العالم وبكل المعايير الدولية. نحن هون أحيانا بيعملوا إعلاميا والله ولدت أربعة، هذا ما بيجوز، لأنه هذا عم نترك أو نترك حياة المرأة بخطر. يعني التوأم إذا بقول لك نسبة الولادة الباكرة تتجاوز 50%، نسبة الإعاقات عن اثنين، طبعا لما يكون عندنا توأم ثلاثي أو رباعي نسبة الإعاقات بتزيد أيضا على الأجنة، فنحن بنكون هون ما عم نحسن حالة خصوبة، بالعكس عم نسيء للاجتماعية. طبعا الإمراضيات، نسبة الضغط بتزيد، نسبة السكر، نسبة فقر الدم عند الأم، عم نعرض حياة الأم الحامل للإجهاد والخطر. فيعني أقصى حد لازم توأم ثنائي. لذلك بالعالم المتطور تقريبا بعض الدول الأوروبية منعت نقل أكثر من جنينين مهما كانت الأسباب. في بعض الدول مثل بلجيكا على سبيل المثال ممنوع نقل أكثر من جنين واحد،
فقط يرجع واحد. جنين واحد، بعض الدول اثنين اقصى حد، اما اكثر من اثنين ما حدا بيرجع. نحن احيانا بنرجع اكثر من اثنين بحالات عمر المراه المتقدم لانه نسبه التعشيش او الانغراس عندها اقل، فبنضطر نرجع اكثر من جنين لحتى نزيد فرص الانجاب والحمل بسبب يعني لانه ممكن اللي رجعتوهم ما كلهم ينجحوا، ما كل نسبه التعشيش وسطيا 50% او نجاح الاخصاب من 40 ل 60% حسب وضع المريضه، فحتى نضمن ويعني نسبه الحمل بتعفي بسبب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه بدنا الحمل يصير باسرع وقت، فبنضطر نرجع اكثر عند كبيرات السن، اما عند صغيرات السن ما بصير نرجع اكثر من اثنين او ثلاثه حد اقصى حتى ما يصير عندنا توائم ثلاثيه او رباعيه، وبالتالي نضطر اما للانقاص ليو عمليه عليها جدل اخلاقي او نترك الحمل وهذا صار في خطوره على الام بالحمول التوائم. لذلك الافضل هو ارجاع عدد قليل من الاجنه. نحن عندنا شيء اسمه مشعر الانغراس، مش الغراس له علاقه بسماكه بطانه الرحم، له علاقه بعمر السيده، له علاقه بنوعيه الاجنه ايضا اذا كانت درجه الاجنه اولى او ثانيه او ثالثه. هذا المشعر ندرسه وبنشوف شو الانسب للمريضه وبنرجع، وهذا هو اللي يجب اعتماده، وبالتالي بيكون في عندنا نسبه حمل عاليه وبنفس الوقت وقايه من الحمول المتعدده الكثيره. نعم. طيب دكتور حضرتك ذكرت انه موضوع يعني الانغراس او زرع الاجنه داخل الرحم هو يعني السبب الرئيسي بنجاح أو فشل. نعم يعني أنا فاتني أقول لك شغلي إنه نحن قلنا الحمل التقليدي، هلأ إذا المرحلة الثالثة من الإخصاب قبل ما ننتقل للمرحلة الأولى للأسئلة الثانية هي الحقن المجهري لنطاف الزوج ضمن بيضات الزوجة. إذا مثلا عندنا نطاف خصوية فبنسحب من الخصية لو بضع نطاف، ممكن اختيار هالنطاف وحقنا بالبويضات، هي طريقة اللي بنسميها التلقيح المجهري لبويضات الزوجة من نطاف الزوج. هي المرحلة الثالثة، ما حطينا النطاف والبويضات مع بعض يتلقحوا لحالهم، لا هون اخترنا النطفة السليمة ولقحنا فيها البويضة. هلا صار في تقنية أكثر، ممكن اختيار النطاف بالتكبير الفائق حتى نشوف النطاف السليمة يعني مورفولوجيا ما فيها فجوات بشكل سليم وحقنا. طبعا هي صارت التقنية الرابعة اللي هي طبعا صار تقنيات كثير لاختيار النطاف. وبعدها اجى موضوع التشخيص الوراثي، يعني التاكد من نوعيه الاجنه السليمه وارجاع بس الاجنه السليمه على الرحم، لانه بتعرفي جزء من اجنه الطفل الانبوب بيكون فيها خلل بترتيب الصبيات او في زيوت صبغيه، هون ممكن الوقايه منها باخذ هالخليه ودراستها وراثيا وصبغيا، وبالتالي انتقاء الاجنه السليمه صبغيا واعادتها الى الرحم. هي بسموه البي جي تي اي اذا عالم يعني هلا كل الاخوه المشاهدين بيقروا بيتابعوا السوشيال ميديا وبيتابعوا، فهي ممكن تطبيقها وممكن اجراءها هون، وبالتالي انتقاء الاجنه السليمه اللي وزياده معدل الحمل. نعم. كيف لك يعني اوصل لك الفكره انه بشكل عام احد اسباب عدم نجاح الحمل هي جزء من الاجنه بيكون فيها ما يسمى انيبلويدي او تشوهات صبغيه عدديه او زيوغ صبغيه، هي بتزيد بتكون نسبتها 30% بالثلاثينات بتصير فوق 70% بعد سن 40، تكاد تكون بعد سن 43 بتوصل حتى لفوق 80%. فنحن لما نختار الاجنه السليمه فبنكون عم نوازن نسبة الحمل عند الكبار وعند الصغار، حتى اللي عمره فوق الأربعين نسبة الحمل عندها فوق 50% مثل الأعمار الصغيرة، عمليا توقف عجلة الزمن وتأثيرها على الانغراس والتعشيش بدراسة الأجنة وراثيا ونقل فقط الأجنة السليمة. طبعا هون بزيد عنا نسبة التوقف عن المحاولة، يعني مثلا إذا عملنا لسيدة عمرها 40 طلع عندها ثلاث أجنة كل الأجنة كانت مو سليمة صبغيا، ما بنرجع وقتها، بنضطر نوقف لمحاولة ثانية حتى نرجع الأجنة السليمة، وبالتالي هون لما نرجع بتكون نسبة عالية. السؤال دكتور بدي أسألك يعني في كثير ناس مثلا لما بيفحصها الطبيب حتى بمراكز طفل الأنبوب بيقول لها إنه أنت مثلا البويضات جيدة، النطاف جيدة، بس لسبب ما بعرف ما لازم نعمل طفل انبوب، يعني في انه استطباب طفل الانبوب. نعم. طيب هل هو الرحم بيكون هو العائق الوحيد لعدم يعني نجاح ال ايه اهم شيء بالاخصاب خارج جسم الاطفال الانبيب هي دراسه موضوع التعشيش والانغراس. نعم. وهذا يعني هذا اللي انا بقول دائما، طفل الانبوب ليس هو حل لكل تاخر انجاب، اذا كانت المشكله بالانغراس فحتى طفل الانبوب يفشل لانه عم رجع جني ما عم تعشش. الانغراس فشل الانغراس، يعني نحن يعني هذا موضوع مهم جدا ان نميز بين مشكلتين، فشل طفل الانبوب وفشل الانغراس. فشل طفل الانبوب له مراحل عديده، فشل عمليه الاخصاب قد يكون فشل اول شيء بالاستجابه للتحريض، قد يكون عندما استجابت للتحريض بذلنا البويضات طلعت البويضات شاذه او طلعت جرابات فارغه،
سحبنا البويضات، لقحنا ما صار إلقاح، هناك أسباب عديدة لفشل حصول لعدم حصول إلقاح، صار إلقاح ما صار في انقسام، هناك أسباب لفشل الانقسام، صار أجني مثلا أجني في مرضى بيعطوا أجني دائما على درجة مانا جيدة فرجعنا الأجني، هلا لما نوصل لمرحلة ارجع الأجني الجيدة وما تعشش هذا بنسميه فشل الانغراس، وهنا ندرس جوف الرحم. يعني الانغراس يعتمد على ثلاث مقومات رئيسية، واحدة الأولى هي بطانة الرحم أنه تكون مستقبلاتها جاهزة مهيئة بشكل جيد، سماكتها جيدة ما فيها التهاب، طبعا أحد أسباب فشل الانغراس الالتهاب المزمن، وجود بوليبات، وجود حجب، وجود يعني وجود مشكلة تتعلق بجوف الرحم اللي هي المقوم الأول للانغراس. طب لما نعمل احنا مثلا هذا كله يدرس قبل كله يدرس قبل، وأحيانا بنعمل تنظير لباطن رحم لمشاهدة جوف الرحم ولا وخلوه يعني من الالتهاب المزمن أو خلوه من أي مشكلة قد تؤثر على الإنجاب. إذا في أي شك يجب إجراء تنظير باطن رحم ودراسة جوف الرحم، ومن حق المريض وهذا يدرس تشوف مثلا يعني هذا يدرس قبل محاولة إخصاب حتى السماك، يعني أثناء التحريض بنشوف سماكة البطانة، إذا وجدنا أنه البطانة غير ملائمة يجب اللجوء لتجميد الأجني وإرجاعها في مرحلة لاحقة لما نكون مجهزين البطانة بشكل جيد. إذا أنا حكيت أول مقوم هو بطانة الرحم، المقوم الثاني أو العامل الآخر لنجاح الإخصاب هو نوعية الأجني، أنه نقدر نحصل على أجنة سليمة ودرجتها ممتازة من حيث الانقسام من حيث المرحلة، وهذا له علاقة بالمخبر، له علاقة بمستوى نوعية الأوساط الزرع، بالتجهيزات المخبر الجيدة، بالكواليتي كنترول أو ضبط جودة البيئة الملائمة بالمخبر من حيث السي او 2 من حيث الأكسجين. إذا الوصول لأجنة سليمة هذا العامل الثالث. العامل الثاني، العامل الثالث هو عملية إرجاع الأجنة، هل كانت سهلة، هل في رضل البطاني، يعني هذا يتعلق بما يسمى بمهارة الجراح أو بالسكيلز اللي عم يرجع الأجني إذا نقلها بشكل جيد. إذن هالثلاث عوامل رئيسية بتلعب دور أساسي بنجاح الانغراس أو نجاح طفل الأنبوب. طبعا يتبعها دعم الطور الأدوية اللي مثبت للحمل اللاحقة ونوعيتها واختيار المناسب للمريضة. يعني هلأ نحن بعصر ما يسمى البريسيجن ميديسن، تعرفي الطب مر بعدة مراحل، أحد المراحل الأساسية ما يسمى الطب الشخصاني، يعني بمعنى أن نختار العلاج الملائم لكل مريضة، يعني كل مريضة إلى ظرفها الخاص، إلى دواء محرض تحريض إباضة خاص فيها، لذلك سمي تحريض إباضة فن تحريض الإباضة، لأنه كل مريضة غير الثاني تحتاج إلى محرضات إباضة ثانية خاصة فيها. نختار المثبت الحمل الملائم، اختيار البروتوكول الملائم، هذا هو الطب الشخصاني. هلا انتقلنا لمرحلة ما يسمى الطب الرصين، البريسيجن ميديسن أو الدقيق، اللي بيلعب أكثر من شخص يتدخل بتقييم حالة المريضة، يعني أخصائي الوراثي، البيولوجيست الامبريولوجيست اللي بمخبر الإخصاب، الطبيب النسائي أو الأخصائي العقم اللي رح يتابع المريضة، وأخصائي الأندرولوجي اللي بيتابع الرجل ونوعية النطاب. إذن عنا أكثر من، يعني في عنا تيم طبي، فريق طبي كامل يتدخل في نفس المريضة لحتى الوصول بها المريضة لبر الأمان ولنجاح محاولة الإخصاب. هذا ما يسمى، طبعا هذا جزء ما يسمى الطب الرصين أو البريسيجن ميديسن، وهو اللي احنا بنطمح له أنه يصير وينتشر بلد بكل الاختصاصات مو بس باختصاص العقم. لذلك دائما بقول أنا يجب تشخيص السبب ومقاربة كل حالة على حدة واختيار البرنامج الملائم لكل مريضة، يعني بما يخدم هذه المريضة وبما يعطيها أعلى نسبة حمل لاحقا. هلا يمكن الدكتور بالخارج في حلوا هاي المشكله بموضوع رحم المستعار، نحن عنا شرعا حرام، بس هل في مثلا بوادر امل انه يكون في نوع من هذا موضوع الرحم المستعار او الرحم بالاسلام يسموه الرحم الضائر، يعني طبعا بالقانون عنا ممنوع، وبمعظم الدول اللي اباحته يمكن ثلاث دول في العالم انه تاخذ النطفه والبويضه وتحطها برحم ثاني. هلا صار في له حل، صار في زرع الرحم، يعني اول واحد عمل زرع رحم بالعالم اسمه ماث برانست ونجح، اسمه ماث برانسترم، هذا انا دعيته لسوريا واجى على سوريا بسنه 2010، وكان عم يحاول لسه. طبعا الاول ولاده من زرع من رحم مزرع كانت 2012 2013، زرع ل 11 سيده نجح منهم 9، حمل منهم 7 وانجبوا. والرحم يعني زرع الرحم عملية التبرع فيها سهل، لأنه أي سيدة بعد سن اليأس ممكن تتبرع بالرحم تبعها، عرفت كيف؟ بس وبعدها بتكون جيدة لبطانة الرحم تحضر بشكل جيد. حاليا في أكثر مسجلين، طبعا أكثر من 50 ولادة من أرحام مزدرعة،
طبعا يعني حتى في سيدة يعني انت سورية ممكن سهل زرع حضرت، الرحم، فأمر فما عاد في شيء اسمه يعني ما عاد في ما في ضرورة ضرورة. للرحم المستعار، لأنه صار في حل لها. وطبعا يعني وفي فتوى أنه يعني نقل الأعضاء غير المغلظة طبعا يعني مسموح في الإسلام، يعني بالعكس هو طبعا ما المفروض بزي نحافظ طبعا عليها بما لا نحن يعني طبعا بما لا يخلط الأنساب. الأنساب والأولاد. طبعا يعني نقل طبعا المبيض ما بيجوز، أما نقل الرحم أو يعني اللي الممنوع هو هو رحمة البيت، لأنه نقل البيوض أو نقل المبايض أو التبرع بالبيوض أو خلينا نقول ما يؤثر على الأنساب، أو نقل الأعضاء التناسلية المغلظة ممنوع في الإسلام. فيعني هذا عليه يعني شيء. أكيد أما مشان ما زرع يصير الرحم فهو غالبا مسموح، لأنه ما 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 بينطب بندرج ضمن الممنوعات هي. لذلك أنا أظن بالمستقبل راح يكون في حل لهدول موضوع الرحم حيكون المستعار، موضوع سهل إن شاء الله لأنه جدا. العامل الرحمي بيشكل بالعالم 5% من 5% من أسباب العامل الرحمي المقصود فيه. إذا عندنا مثلا انساقات رحمية شديدة في مرضى عنده غياب للرحم، أو اضطروا صار رحم صار نزف بعد بشكل الولادة مبكر الأولى، بعد الولادة صار عنده نزف شديد واستأصلوا الرحم، وخاصة إذا المشكلة إنه الطفل اللي ولد كان خديج وما كمل أو توفى. فيعني أحيانا في عوامل كثيرة، أورام اللي فيه شديدة، في مرض اسمه الأدينوميوسيس. هذا العامل الرحمي بشكل 5% من أسباب العقم بشكل عام الأنثوي. يعني في إحصائيات مثلا في 200,000 امرأة بحاجته مثلا بأوروبا على سبيل، 70,000 بأمريكا. نحن ما عندنا إحصائيات دقيقة، بس وسطيا أنا بقول 5% من أسباب العقم الأنثوي تتعلق بالعامل الرحمي، وقد يكون حل المستقبلي هو زرع الرحم إن زرع شاء الله. الرحم. دكتور حضرتك ذكرت الأورام وهو اللي ليس بعيد فيه، المدى في سوريا إن شاء إن الله شاء الله الأيام القادمة إن شاء في الله مراكز زرع الأعضاء بالجامعة وكذا راح تكون يعني تحمل بشائر بهذا المجال إن شاء الله. دكتور بالنسبة لموضوع نسيت، على كل حال كنت يمكن بدي أسألك على موضوع إنه يعني الإخصاب المساعد هل له شروط معينة للنجاح؟ يعني مثلا في تجي عندك مريضة بتقول انت يعني تعتذر منها بشكل انه خلاص انه ما في داعي لا تضيع مصرياتها ولا تضيع وقتها ولا شيء. مقومات النجاح ونسب الحمل، خلينا نقول طبعا يعني في مقومات اكيد للنجاح. انا اول اهم شيء ودائما بركز عليه هو اختيار المريضة المناسبة لطفل الانبوب. يعني ما في عندنا اذا مريض عند عامل رحمي هلا ذكرنا باخيرا ما بينجح عند طفل الانبوب، مستحيل. ما لذلك يجب ان نختار المريضه المناسبه، نختار البرنامج الملائم لها. طبعا يعني المتابعه الدقيقه، خلينا نقول تطوير المخابر بحيث انه تعطينا احسن نتائج وما تضيع الفرصه على السيده، تقنيات الاخصاب، الضبط الجوده بالنسبه للارجاع، ممكن ادخال التشخيص الوراثي قبل الانغراس لحالات زيوغ الصبغية، وبالتالي بنكون عم نزيد فرص لنجاح الحمل. إذا بعض التقنيات التي تسهل التعشيش مثل بعض حالات قطع غلاف الجنين بالليزر على سبيل المثال، هناك بعض الميدا اللي بتساعد على إلصاق الأجني أو الأوساط اللي بنحطها مع الأجني بتساعد على إلصاقها بالرحم، بعض الأدوية الحديثة اللي بتساعد على انغراس الأجني أكثر. إذا هناك يعني مقومات للنجاح لها علاقة بالسيدة بوضعها، طبعا إذا سيدة كبيرة بالعمر بعد سن ال 45 الفرص قليله او جدا. بس شفنا ناس بالستين باوروبا لا هذا بكون من بيوض متبرعين، هذا غير وارد عنا طبعا، يعني ممنوع. صار حرام. اي فنحن من السيده دوما من الزوجين حصرا. طب صار في بنك للبيوض مثلا؟ ممكن طبعا. شوفي الموضوع يعني وزاره الصحه مشكوره اصدرت قانون ينظم عمليات الاخصاب، ويعني فيها عمليه تنظيم اللي الست اللي بدها تحتفظ بالبويضة. سيدة تأخرت في الزواج على سبيل المثال، نعم. أو لديها مرض ينقص من عدد البيوض على سبيل المثال، مثل بعض أمراض الدائرة الثانية الذئب الحمامية بيضطروا ياخذوا أدوية بتعمل نفاذ تحبيش سريع للبيوض، فهي دول لازم يجمدوا بيضات أو يحفظوا البويضات بالتجميد. وبدأ في سوريا معظم المراكز عم تساوي على سبيل المثال سيدة يعني بتعرفي نسبة الأمراض السرطانية ازدادت بالمراحل المبكرة قليلا. أنا كنت أسألك دكتور ذكرت على موضوع الأورام، تمام. هل بسبب الورم لا أكمل لك، بما أنه ازدادت نسبة من حسن طالع البشري أنه مع الزيادة هي رافقها زيادة بالعلاج والشفاء، فصاروا كثير من أمراض الدم أو سرطان الدم أو بعض الليمفومات أو كذا عم يشفوا. فإذا كان أخذت علاج كيماوي هالعلاج رح يتلف البويضات والمبيضين تضطر تجميدهم، هون
لازم تجميد البويضات قبل، تمام. ونفس الشيء بالنسبه للذكور، اذا واحد عنده سيمينوما او عنده مرض دم بيضطر ياخذ علاج بصير العدد صفر بعدين. فاذا مجمدين النطافه عمليه بسيطه كثير، عندنا هلا اطفال يعني اجوا بعد تجميد من نطاف مجمده، والنطاف المجمده لها نفس توعيه النطاف العاديه ونفس نسبه الحمل، تاكدي تماما. لذلك كثير في مرضى اضطروا ياخذوا علاج كيما بعدين طابوا وتزوجوا وانجبوا من النطاف اللي مجمدينه. هذا امر يعني صار اختصاص قائم بحد ذاته، يسموه الأونكو فيرتيليتي أو الاختصاص رعاية الخصوبة. رعاية الخصوبة طبعا إلى علاقة بالأورام بالدرجة الأولى، وإلى علاقة بالقصورات المترقي، سواء كان قصور خصي مترقي، هذا قصور خصي مترقي بتلاقي بيكون عنده عدد، بتلاقي عم يتناقص بالتدريج ليصير صفر. فنحن إذا بمرحلة عنده عدد شخصنا لازم نجمد له، نحتفظ بالنطاف حيث إنه إذا ما كان متزوج، أنت ما تزوج ما أنا مشكلة، وإذا متزوج ممكن نجمد له نطاف. عندنا خيار ثاني الأجني، إنه نعمل، وهذا كمان خيار آخر. وبالتالي أنت ما بده بيقدر ينجب. هذا الموضوع مكلف ماديا؟ أبدا ما أنا مكلف. هلا عندنا سيدي من قبل الأزمة جمدت أجني ورجعنا لها بعدين، حملت بعد 13 سنة من أجني مجمدة والحمل توأمي. يعني ممكن التجميد يستمر سنوات عديدة، ممكن يستمر سنوات عديدة. وسجل عالميا ولادة طفل من جنين مجمد بعد 27 سنة تجميد، طبعا كان بأمريكا مو عنا، فهذا سجل ونشر منذ أسابيع قليلة. سبحان الله. لذلك موضوع رعاية الخصوبة موضوع جدير باهتمام، موضوع جدير بأنه يكون بالتوعية. يعني اللي عنده مشكلة، يعني صار، يعني لأحكي لك شغلة هي طريفة، أنه أحيانا ست بعد سن 40 بصير تتزوج أي واحد لحتى تنجب، متخاف أنه ما تجيب أولاد. هلأ صار إذا جمدت بيوضات ممكن يعني اختار الشخص الملائم إلى أكثر. وما هذا هو السبب الرئيسي، هذا بسموه تجميل الأسباب. السبب الرئيسي هو للأورام، للقصور المبيض المترقي. قصور المبيض المترقي أحيانا بيكون له أسباب وراثية، بتلاقي بالأسرة أكثر من بنت بتقول الأم قطعتها الدورة بكير، والبنات ممكن تقطعهم بكير وبتخلص البيوض. هدول استطباب مطلق لحتى يجمدوا بويضات أو أنسجة مبيضية إذا كانوا بمراحل مبكرة. صح. طبعا تجميد البويضات، وفي عندنا شيء اسمه تجميد الأنسجة المبيضية، هذا قبل البلوغ بصير. طب هذا موجود عندنا بسوريا دكتور؟ موجود، كله موجود. تجميد البويضات موجود وسهل، هو نفس الإخصاب وله حقوق وكذا، ويعني بروتوكولات معينة. قلت لك طلع قرار من وزارة الصحة مشكورة ينظم عمليات الإخصاب مفصل بشكل دقيق، بحيث في لجنة قانونية أبدا 100% وما في أي مشكلة على الإطلاق بتصير، ولا يمكن يصير في أي خلل. البنك يعني أنا بعرف ما ممكن يصير في أي خلل أو خطأ، لا يمكن. لا يمكن. نعم دكتور، كنت عم بسألك على موضوع الأورام. هل كتير ناس بتسأل إنه أنا مثلا عندي ورم، طبعا هي الأورام بتكون سليمة يعني ما بتكون أورام خبيثة، هل ممكن تأثر على الحمل؟ وهل استطبابات في الأنبوب؟ الأورام يعني كلمة كبيرة، هناك أورام عامة وأورام العلاقة بالناحية، قد تكون بالمبيض قد تكون بالرحم. هلأ الأورام السليمة بشكل عام لا تؤثر ما لم تؤثر على عملية الإنجاب. مثلا الأورام اللي فيه إذا كانت بعيدة عن الجوف أو صغيرة قد لا تؤثر، أما إذا كانت متبارزة ضمن جوف الرحم صار مثل عامل ميكانيكي يعيق الحمل، أو إذا كانت كبيرة جدا قد تؤثر، هذا ما يسمى أيضا بالعامل، قد يعني تندرج ضمن العامل الرحمي لتأخر الإنجاب. الأورام المبيض السليمة عادة تعالج دوائيا، ويعني وفي قسم منها جراحيا، وهذا أمر بسيط جدا. شو السبب دكتور ليش منتشر ببلادنا كثير؟ يعني ما له انتشار مقارنة بغيرنا. نحن يعني الأورام ما في انتشار، يعني مثلا الأورام اللي فيه منتشرة بإفريقيا أكثر بكثير من سوريا وبالهند على سبيل المثال، حسب الناحية الوراثية. نحن أقل من غيرنا بالأورام الوراثية، في بعض الأورام منتشرة بمناطق أكثر من مناطق، بس بشكل عام عندنا الأورام السليمة أقل من غيرنا بشكل عام. هلا الأورام الخبيثة ما عندي فكرة دقيقة، هناك سجل وطني للأورام وأشيع ورم عنه سرطان عنق الرحم بشكل عام بعد سرطان الثدي. اعتبرنا سرطان الثدي هو أشعة بالنساء، بيجي وراها سرطان عنق الرحم وسرطان كولون عند الجنسين أو عند الرجل. احنا عم نحكي على الليف السليم، يعني اللي بسموه العوام الليف. صار الأورام اللي فيه قد يكون لها علاقة بتأخر الإنجاب إذا كانت قريبة من جوف الرحم، وقد يكون لها علاقة بفشل الانغراس المتكرر. في هذه الحالة يجب أن تستأصل حتى لو كانت قليلة جراحيا طبعا، ممكن بجراحة تنظيرية أحيانا، وفي حالات بتنظير باطن الرحم. يعني عمليتها كتير سهلة، لا يوجد علاج دوائي، هناك علاج مخفف دوائي، هناك أدوية حديثة، أما العلاج الأساسي هو علاج جراحي. والجراحة سليمة بسيطة جدا وآمنة إن شاء الله. السؤال اللي بيطرح نفسه أنه يا ترى هل عمليات الإخصاب تزيد من احتمال الأورام؟ نعم هذا يسأل كثيرا. حقيقة بأغلب الدراسات لا تزيد
لا تزيد، هناك زيادة طفيفة بأورام المبيض، إلا أنه معظم الدراسات أثبتت ما أنه خاصة تحريض التحريض تحريض يعني، خاصة إذا كان في فاصل بين المحاولة والأخرى. يعني المشكلة بتصير لما يصير في كل شهر تحريض وكذا، أما هو عادة نحن نعمل فاصل بين شهرين لثلاث شهور حسب عمر المريضة بين المحاولة الأخرى في حال فشل أول محاولة. دكتور بالنسبة لعملية التحضير، يعني مثلا سيدة اختارت أنه هي تعمل طفل أنبوب بسبب من الأسباب، الطبيب رشح لها أنه هذا الحل الأمثل أو أنه تقدم العمر بسبب خاص فيها، كيف طريقة تحضيرها للمريضة؟ هلأ تحضير المريض أول شيء مثل ما حكينا هناك تقييم للزوجين، تقييم لوضع السائل المنوي والنطاق، وتقييم للبيوت، تحاليل، هناك تحاليل هرمونية خاصة يعني لنعرف مخزون المبيض بدقة، وأهم هلأ حديثا هو تحليل الهرمون المضاد لمولر، الأنتي مولارين هرمون، هذا بيشخصنا بشكل دقيق بأي من الدورة وضع مخزون المبيض، ولأنه في عنا شوية شيوع بعد الأزمات والحروب بشكل عام يزداد حالات نقص مخزون المبيض أو حالات قصور المبيض المبكر، لذلك من الأهمية بمكان في هذه المرحلة تقييم المريضة، تقييم مخزون المبيض، تقييم وضع البويضات عندها، تقييم الرحم وجوفه وبطانته بشكل جيد، سواء كان بالمقاربات البسيطة مثل الأمواج فوق صوتية، صورة الرحم الظليلة، وبحالات أخرى بعض المداخلات مثل تنظير باطن الرحم وأحيانا تنظير البطن إذا عندنا مشكلة بوقية على سبيل المثال. يعني أحد أسباب فشل التعشيش مثلا توسع البوقين وانسداد النهايات، بصير بيتجمع سائل ضمن البوقين، بيظل يعني هالسائل بينحدر لجوف الرحم او بيتسرب لجوف الرحم، بصير جوف الرحم دائما مثل السفنجة المبللة بيمنع التعشيش حتى بطفل الانبوب، لذلك هاي حالة يجب علاجها بالتنظير او فصل البوقين. طب ممكن مثلا حضرتك انت عم بتعالجها تبطل تعمل لطفل الانبوب، بصير ممكن احيانا كثير بدخل لعلاج احد البوقين الانبوب الثاني بيكون سليم، بتحمل حمل طبيعي وراها. يعني هي اهميه الجراحه التنظيريه، لذلك اذا وجدنا ان الانبوب الثاني سليم ممكن نتركها ثلاث اربع شهور بتلاقي بتجي حامل بعد هالمداخله البسيطه دوبها تكمل مع اجراءات. اذا التقييم الدقيق لحتى نوصل لشيء اسمه استطبابات طفل الانبوب او الاخصاب، اذا ما وصلنا لهالاستطباب ما بندخل ببرنامج الاخصاب. طبعا برنامج الإخصاب يبدأ باختيار البرنامج الملائم لتحليل الإباضة للسيدة، لكل سيدة لها برنامج خاص فيها، هذا هون الطب الشخصاني بما يتناسب مع مخزون المبيض ومع حالتها. في حالات عندهم مثل المبيض المتعدد الكيسات عندهم بسموها مخزون مبيض عالي، بصير عندهم فرط استجابة، ممكن تدخل بفرط استارت مبيض إذا اخترنا برنامج قوي وهذا مهدد للحياة أحيانا، لذلك مهم جدا اختيار البرنامج وجرعة التحريض بما يتناسب مع مخزون المبيض ومع السيدة نفسها. نعم. تماما دكتور. يعني كمان يعني حضرتك هلا ذكرت نقاط، هي نحن من خلال يعني شاشتنا بنحب نوجه فيها الناس اختيار الطبيب المناسب، اختيار الإنسان، السمعة الجيدة، الأخلاق العالية، لأنه للأسف بموضوع الطب النسائي بالتحديد يعني نعم. هو أكثر مجال في يعني نحن بنعرف كيف الستات بتفكر، المجال الاكثر بتروح نعم. مثلا ما بتروح لعند واحد ثاني ثالث رابع، بعدين بتدخل بدوامه ما لها نهايه، وممكن كل انسان مثلا يقترح عليها اقتراح. يعني احدى الاقتراحات اللي سمعتها انا مثلا من سيده ربط الانبوب، شو يعني هذا ربط؟ شو يعني ربط الانبوب؟ شوفي الاختصاص الاخصاب من اكثر الاختصاصات اللي فيها احيانا ما يتعلق بسوء الممارسه او خلينا نقول هلا الحياه تخصص، والتوجه الأساسي نحو يعني يجب لأطباء متخصصين. هي أنا أقترح دائما كثير من الغير المتخصصين يعتمدون على عامل الزمن. كيف عامل الزمن؟ يعني إذا عنا على أجيب لك مثال، إذا واحد عنده نقص في تعداد النطاف، لما يكون التعداد مثلا فوق 20 مليون احتمال الحمل 90% خلال سنة، لما يكون العدد قليل عندنا احتمال حمل بس قليل وليكن 10% من المرضى اللي عندهم قليل بيحملوا، فهدول بيعتمدوا على هال 10%. يعني مثلا بيعطي دواء وليكن عسل وليكن علاج اي شيء، فهدول بشكل طبيعي من اصل كل 10 يحمل واحد، هذا الواحد بيعمل له دعايه انه والله انا حملت، هو حمل بشكل عفوي. هناك حالات من الحمل العفوي بنسبه قليله مهما كان المشكله، فهدول يعتمدون على ما يتعرض الناس لخدعة. يعني مثلا تاخر الانجاب من اكثر الاختصاصات التي يمكن ان ينتشر فيها سوء الممارسه، او خلينا نقول ما بنقول سوء بقدر ما هو خلل الممارسه، لانه بيعتمد ممكن يكون في نتائج ولو قليله عند هدول
دكتور مروان الحلبي الاختصاصي باستشاري العقم والاخصاب، يعني كثير استمتعنا بالحديث وكان حديث هيك نتمنى من ان شاء الله من الله عز وجل انه يكون حديث مفيد للناس، يكون في عندنا صار وعي باختيار الطبيب، باختيار المركز الجيد، لانه مثل ما تفضلت يعني للاسف احيانا بجوز مو عن سوء نية بس بجوز قله معلومات، فنحن كثير مهم انه نعرف يعني إن نختار. بقول شغله دائما، التطوير الطبي المستمر والاطلاع على احدث المستجدات هو ضروره ومن اخلاقيات الطبيب، يعني انا لانه حق اي طبيب ان ياخذ ان يقدم له احسن خدمه، اي مريض حق طبعاً. اي مريض ان طبعا انت عم تدفع مصاري يعني لك يجب ان يحصل على احسن خدمه، ولا يمكن الحصول على احسن الخدمات الا بمتابعه احدث التطورات العلميه واتباع الطب المسند بالبينه، يعني ما نعمل اي اجراء اللي يكون مسند انه بفيد، وما بجوز نجرب اذا اي اجراء سواء تشخيصي او علاجي ما بجوز انه نجربه بدون ما يكون مثبت فائدته على المريض الا في سياق البحث العلمي، هون له اخلاقيات للبحث العلمي، بده موافقه المريض، بيكون العلاج مجاني، بده يكون في في وفي يعني وثائق معينه من حق المريض انه يحتفظ فيها بعدين، مثلا سي دي عن العمليه، توثيق العمل الجراحي او توثيق اي تداخل حق للمريض. نعم أكيد. شكرا كثير دكتور مروان الحلبي، نحن نتشكر وجودك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق واهلا وسهلا فيك. والشكر موصول كمان للاخوه المشاهدين على تحملهم لمدة ساعة كاملة. أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا الكرام، وكل الشكر لمتابعتكم، نلقاكم على خير بمشيئة الله في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.